شهر رمضان هذا الشهر الفضيل وربيع القرآن، ربنا يعطي توفيق لجميع الناس أن يتلوا القرآن. لعلك في طوال العام لا تقرأ القرآن، لكن في شهر رمضان عندك خلق تقرأ القرآن، تشترك في برامج قرآنية، أن نقرأ القرآن وأن نتأمل في آياته. إحنا نقرأ القرآن ككتاب ثواب، وهو كتاب ثواب، لكن القرآن رسالة الله إلينا. لو أنك كنت تنتظر رسالة مهمة من جهة ما، قدمت على قرض لأحد البنوك تنتظر الموافقة، قدمت للزواج من فتاة تنتظر موافقة أهلها، قدمت لعمل في شركة من الشركات وتنتظر الموافقة، قدمت على بيت للدوائر الحكومية وتنتظر أن يقولوا لك تفضل هذا البيت لك، وجاءتك رسالة من الجهة التي أنت قدمت لها بطلبك. هل هاي الرسالة تخليها في الرف ثم توصي في وصيتك بعد موتك يقروها، أو تفتحها قبل ما توصل لباب البيت؟ رسالة من الجامعة، أشوف قابليني ولا لا. رسالة من عائلة الفتاة، هل يقبلون أن يزوجون هاي الفتاة أو لا؟ رسالة من الدولة، هل يعطوني بيت أو لا؟ من الشركة، هل يعطوني شغل أو لا؟ فلماذا القرآن إحنا نوصي بأنه يقرون على قبورنا؟